السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيف زي منهور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. زي ما عودناكم طبعا بكل حلقات جديده وبكل معلومه بنحاول نوصلها لك وبطريقه بسيطه وبطريقه سهله. طبعا النهارده يا جماعه بنرد على الاسئله و بنشوف المشاكل اللي بتقابل الناس في تربيه الكلاب بتاعتهم. يا رب المعلومه اللي احنا بنقدمها لحضرتك توصل لك بطريقه بسيطه. اول سؤال من انا ديمو بيقول: كابتن انا عندي كلب روت كان بياكل مع صاحبه القديم زي الفل، دلوقتي مش عايز ياكل، بياكل كل فين وفين. الكلب 45 يوم. طب 45 يوم يا ديمو ازاي كان بياكل مع صاحبه القديم ده؟ كان بيرضع يا باشا كده وكان بياكل تمام. ممكن دلوقتي يكون مش عايز ياكل، ممكن يكون الكلب بسبب تغير المكان وتغير الجو. الحاجه الثانيه ممكن يكون الكلب عنده دور برد او دور سخونيه وانت مش حاسس بيه. الكلب 45 يوم يبقى بناخده ونروح بيه لدكتور كويس بيقيس لي درجه حرارته، يطمن لي عليه، نطمن ان الكلب الحاله الصحيه بتاعته تمام التمام. بعد كده بتتصل بينا او تكلمنا ونشوف ايه المشكله ونحاول نحلها مع بعض. 45 يوم ده لو كبير كنت قلت لك تعمل معاه ايه. 45 يوم ده يبقى لسه صغير، يعني اكيد ممكن يكون في حاجه وممكن يكون الكلب خد دور برد، فما تسكتش عليه. السؤال اللي بعد كده من زياد بيقول: كابتن ابو نور، هو لما انا لما اجيب الاكل النايم المجازر طريقه تنظيفه ازاي؟ ولا مش انضفه واعطيه للكلب على طول؟ ارجو رد ضروري. بص يا زياد، لو جبت الاكل بتاع الكلاب من المجازر، الاكل اللي احنا بنجيبه زي الهياكل والحاجات ديت، ولو جبت كمان اكل اللي هو بتاع بواقي البهايم، البواقي الذبيح والحاجات دي كلها، الموضوع سهل وبسيط جدا. انت تجيب الحاجات دي تغسلها وتحطها في مصفى كبيره تصفي ميتها خالص، وممكن تغسلها شويه خل مع الميه، مش بتعصر ليمونتين كلام من ده، وتغسلها غسله كويسه تمام، وبتحطها في مصفى تصفيها خالص، وبعد كده بتبدا ان انت تحطها للكلب ياكل. بس اهم حاجه صفيها عشان الميه ما تعملش ريحه. مريم بتقول: يا كابتن ابو نور ارجوك ارشدني، انا عاوزه اشتري كلب في البيت وعندي طفل، كنت بفكر اجيب انثى كوكر، رايك ايه في الكوكر؟ هل هو طيب مع الاطفال وزي وذكي ومطيع زي الجولدن؟ محتاجه راي حضرتك. هو بالنسبه للكوكر كويس جدا وممكن تربيه في البيت عادي، ما فيش اي مشكله. الكوكر كلب محب للاطفال برده وبيتعامل مع اي حد. وبعدين يا جماعه ما فيش كلب بيكره الاطفال. مين اللي قال لك ان في كلب بيكره الاطفال؟ رد، بيتبول، جيرمان. ما تاخدش الفكره ان هي فكره غشيمه او كده، ان في كلب ممكن يخش على طفل يموته ويضربه ويعضه وكلام من ده. طالما الكلب متربي في البيت من صغره عمره ما يأذي اهل البيت، ده حاجه معروفه. طب ما احنا عندنا جميع الانواع وعندنا اطفال صغيره وبتطلع في وسطيهم، ما فيش كلب يقدر يهجم عليه ولا كلب يقدر يقرب له. ليه؟ لان الكلاب متعوده على الاطفال دي. وكمان انت ما تحطش في دماغ الطفل الرهبه ان تخلي الطفل يخاف من الكلب علشان الكلب ما ياخدش فرصه باللي انت بتعمله ده. لا، سيب الطفل يتعامل مع الكلب عادي وخلي الموضوع بسيط خالص. الكوكر والجولدن كلاب جميله جدا في البيت وكلاب بتحب الاطفال، ومعروف ان الجولدن كمان من هو عشقه كله هي الاطفال. فما تقلقيش يا فندم، ربي واطمني ومفيش، حاولي يكون الكلب صغير في السن عشان يكبر في وسطيكم ويبقى عارف اهل البيت كله. حازم بيقول: يا كابتن انا كنت مطعم كلب السوماني ومكتوب في البطاقه التطعيم الثاني بعد 21 يوم، هطعمه ايه؟ هطعمه سوماني برضو ثاني. بصوا يا جماعه، احنا كنا بننادي للدكاتره قبل كده وقلنا للدكاتره اللي هم البيطريين: يا دكتور لما يجي حد طعم سوماني عند حضرتك عرفه معنى كلمه جرعه منشطه. يعني ايه جرعه منشطه؟ جرعه منشطه دي انت بتكرر له التطعيم ثاني، بس عرفه، لان ممكن صاحب الكلب يبقى مش عارف يعني ايه جرعه منشطه، يحط في دماغه ان هياخد حقنه ب 20 جنيه ولا حقنه ب 10 جنيه. لا، التطعيم السوماني يا جماعه بيعمل من 150 جنيه ل 200 جنيه تمام. جرعه منشطه يعني انت بتكرر التطعيم، نفس التطعيم هو ثاني. ايه وما تسهوش يا جماعه، برضو كان في معلومه حبيت اقولها، ما تسهوش عن التطعيم الثاني، حاولوا تكرروه. احنا كنا الاول بنقول مش مهم، بس دلوقتي الجو وحش خالص وفي فيروسات كتير في الجو، واحنا لما حد بيبقى مربي كلب بيبقى صرف عليه كتير والله، يعني اللي انت صرفته على الكلب حرام لما يروح منك تاني. سؤال تاني بيقول: السلام عليكم يا كابتن، من فضلكم ما هي الامراض اللي ممكن تتنقل من كلب الى انسان؟ ارجوكم ان تردوا عليا برساله. بص يا باشا، هو انا لحد دلوقتي بقالي يمكن 21 سنه، ولا بقالي دلوقتي 20 سنه بربي كلاب، انا بيتهيألي ما شفتش امراض تتنقل من الكلب البني ادم، ما شفتهاش. انا بنسمعه كتير، وانت لو رحت لدكتور بشري وقلت له عدوى من الكلاب هيقول لك يا نهار اسود اوعى تربي كلاب مش عارف ايه والحكايه والروايه، ده العدوى وامراض وبكتيريا وميكروب وكلام من ده. طبعا لا، ما تمشيش ورا الكلام ده خالص، لان طبعا
هتبص تلاقي دخلك في دايره انت في غنى عنها. السؤال اللي بعد كده من محمود عادل بيقول: هو انا ممكن اعطي الكلب الايفوماك والدكسة وقايه من الحساسيه ولا اعمل ايه؟ الايفوماك بيجيب حساسيه. احنا بندي الايفوماك يا جماعه في حاله، وما ينفعش الايفوماك مع الدكسة، انت بتدي نوعين علاج غير بعض. النوعين كده غير بعض، تمام؟ انت بتدي الايفوماك ده حاجه والدكسة دي حاجه. الايفوماك ده بنديه في وقت للكلب بيكون الكلب ما يكونش بيهرش خالص، يعني تاكد ان الكلب بتاعك ما عندوش حساسيه. في ناس تقول لك الكلب بيهرش يديله ايفوماك عشان يجرب والكلام ده كله، لا. عالج الاول الهرش بطريقه معينه زي الدكسة والافيل والحاجات ديت، وبعد كده نبدا ندي ايفوماك. فخدوا بالكم يا جماعه، مش اي وقت ندي فيه الايفوماك. الايفوماك بنديه للكلب لسبب واحد، ان هو بيبقى عباره عن جرعه بتحميه من الحشرات ومن الحاجات دي، عباره عن جرعه بتحميه من الديدان، عباره عن جرعه بتحميه ان ما يجيلوش جرب في يوم من الايام. لكن الكلب لو بيهرش يبقى ما ينفعش ان انا اديله ايفوماك، لان هيزود عنده الهرش. خلي المعلومه دي في دماغك جدا، الايفوماك لو الكلب بيهرش واديته ايفوماك هيزود عنده الهرش. في كذا حاله للهرش عند الكلب، ممكن الكلب يكون بيهرش من حساسيه، وممكن الكلب يكون بيهرش من براغيت وانت مش شايف، فما تحاولش ان انت تديله حاجه يعني تلخبط له الدنيا اكتر. ريم السيد، ريم السيد بتقول: يا كابتن انا عندي كلب جيرمان شيبرد لسه صغير، عنده 43 يوم، بيعمل اسهال ياما وبيرجع ساعات وما ياكل ساعات، لا هل كده داخل على دور بارفو طبعا؟ ولو كده العلاج ايه؟ ارجو منك الرد. ملاحظه بس، انا لسه ما طعمتوش علشان لسه جايبه من اربع ايام. اولا يا فندم ما ينفعش حضرتك تطعميه 45 يوم ولسه 43 يوم ولسه جاباه من اربع ايام، ما ينفعش تطعميه. المفروض ان هو بتنتظر لحد يعني 10 ايام 15 يوم وبعد كده نطعمه. بس دلوقتي نبدا ان احنا نعالج الحاله الاول، يا اما نروح لدكتور كويس يعالج لي الحاله، يا اما نبدا ان انا ناخد العلاج اللي احنا كنا منزلينه في حلقه على اليوتيوب، واللي هو علاج البارفو والحاجات ديت كله، نبدا نديله العلاج. الكلب اول ما يبقى كلها الصحه تتحل طبعا نبدا ان انا نطعمه عادي، مفيش اي حاجه، بس اول ما يبدا ياكل يعني يبقى تمام. موضوع البارفو يا جماعه ده احنا منزلين له حلقات كتير، يعني انت لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي حلقات كتير احنا منزلينها للبارفو والعلاجات بتاعته زي اليوناسين والراني والحاجات دي كلها، كل ده حلقه ما يعني. محمود سليم بيقول: ممكن يا كابتن اسم المخدر اللي انت بتستعمله؟ بص يا حوده، المخدر اللي احنا بنستعمله مع الكلاب اسمه زيلاجيكت، اسمه زيلاجيكت، ده موجود عند مكاتب البيطريه، يعني ممكن تروح لدكتور بيطري تقول له عايز المخدر، مش هيديك حاجه، هيقول لك مفيش، تمام؟ ده في المكاتب البيطريه يا جماعه. يعني ايه مكتب بيطري؟ مكتب بيطري اللي هو بيوزع على الدكاتره البيطريين الادويه، تمام؟ بيوزع على الدكاتره البيطريين الادويه، ده اللي تجيب منه. الازازه او بالسنتي او زي ما تحب يعني. السؤال اللي بعد كده محمود محمد: الاكل الني مش بتعمل دود في البطن؟ طب ما احنا بناكل طيب وبيجي لنا ديدان. احنا بناكل طيب يا حوده وبيجي لنا ديدان، وبناخد علاج للديدان زي الشربه والبرشام والحاجات دي. يعني اغلبيه البني ادمين بيجي لها ديدان. بص يا باشا، الاكل الني ما بيعملش ديدان ولا حاجه، طول ما انت عامل وقايه للكلب بتاعك مش هيجي له ديدان، زي الوقايه زي الانتينال اللي احنا قلنا تديه للكلب اسبوع واسبوع، لا يعني كل 15 يوم تدي له حبيتين. ممكن نجيب له مثلا شرب الديدان، ازازه شرب الديدان نخليها عندي في البيت ندي له منها دايما. طبعا كل الحاجات دي مش هتخلي عند الكلب ديدان، واحنا عندنا الكلاب كلها بتاكل ني. يا كابتن الدواء اللي حميت بيه الكلب ينفع للقطط علشان البراغيث؟ الدواء اللي هو كان اكتوميسرين ينفع عادي، مفيش اي مشكله. يا سيزا ايه؟ ماشي يا عم سيزا. طب ماشي، لو سمحت اللي يعرف التطعيمات بكام يا ريت يقول لي. التطعيم يا باشا السوماني اللي احنا بنشتغل بيه طبعا بيعمل في حدود من 150 ل 200 جنيه، ده حسب الاماكن اللي هو بيتباع فيها. السؤال اللي بعد كده ايه كياب بيقول: سؤال يا كابتن لو سمحت، هي البوكسه بتاعت الكلاب طولها كام سنتي وعرضها كام سنتي؟ هي المفروض بتبقى متر ونص في متر ونص، يكون افضل حاجه. محمود بيقول: انا عندي كلب روت وايلر، عاوز اشتري الكلب. عاوز، مش هنوقف الفيديو، مش هنوقفه، مش هنوقفه، خليكي شغال. عاوز اشرس، انا عندي كلب روت، معلش بقى يا جماعه الصوت اللي جاي من بره، معلش
انا عندي كلب روت وايلر، عاوز اشرس الكلب الحراسة، سنه سنة ونص وبيخاف من اي حاجة. وشكرا يا كابتن، انا متابعك باشا، احنا تحت امر حضرتك، حضرتك اتصل بينا على التليفون وباذن الله وبمشيئه ربنا السكرتيره تظبط لك الدنيا وتفهمك نظام الحجز ايه. معلومه بقى يا جماعه للناس اللي حاجزه عندنا، احنا اسفين 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 اسفين، طبعا انتوا شايفين الشتاء، شايفين ان في ضغط في الشغل عندنا، فوالله العظيم كل واحد حجزه محجوز عادي، مفيش اي مشكله، مفيش يا جماعه حد بيخش قدام حد، استحاله جدا عندنا هنا ان حد يخش قدام حد، مفيش الكلام ده خالص، تمام. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، ممكن يبقى معاك كلب في الشغل، تبقى انت حاطط في دماغك ان الكلب ده هيقعد له 3 اسابيع ويطلع مثلا او اسبوعين ويطلع، تبص تلاقي الكلب شخصيته ضعيفه، تبص تلاقي الكلب مش شغال، بتضطر ان انت عشان ترضي صاحبه بتضطر ان انت تاخره عندك وتبدا تشتغل معاه وتكتر شغل معاه، فطبعا ده بياخد منك وقت، بيبقى سبب تاخيرك على الناس اللي بعد منه، تمام. طبعا يا جماعه الحاجات ديت معلش ما تزعلكمش مننا، لان تخيل ان انت كلبك يكون عندنا هنا ويكون شخصيته ضعيفه، اكيد هنتن مكملين معاه لحد ما يخلص شغله خالص ويبقى تمام التمام. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركين معانا ومنورينا على القناه، تحياتي للجميع، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في المسابقه معانا يا جماعه. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.